انسجاما مع مواقف الخارجية الفرنسية، دان السفير الفرنسي دوني بيتون ما أسماه الخروقات السورية للحدود اللبنانية، وشدد بعد لقائه رئيس حزب الكتائب اللبنانية رئيس أمين الجميل على سيادة لبنان واستقلاله. تطرقنا إلى الأوضاع المحلية والإقليمية، لا سيما الاختراق السوري للحدود اللبنانية، وذكرنا بموقف فرنسا الداعم السيادة اللبنانية التي يجب أن تحترم، وتطرقنا أيضا إلى موضوع المعارضين السوريين الذين لجأوا إلى لبنان ومن الواجب حمايتهم. هذا واستمع بيتون من الرئيس الجميل إلى محصلة زيارته القاهرة التي فتحت أفاقا في العلاقات الإسلامية المسيحية، والتي هي أصلا في صميم الميثاق اللبناني وضرورية لحماية التعددية والغنى الإنساني في الشرق الأوسط على حد قول السفير الفرنسي.